النهارده ان شاء الله يا باشمهندسين هنتكلم على التوبيك بتاع اللودز على التراس. وطبعا عشان نحسب اللودز على التراس احنا عندنا كذا كومبوننت في التراس، زي ما انتم عرفتوا في ابر كورد، في لور كورد، في فيرتيكالز، في دياجونالز. فاحنا هنحسب اللودز الاول وهنشوف ازاي نجيبها، نجيب شكل الاحمال، وبعد كده النص التاني من السكشن هنتكلم بقى ازاي نوقف الاحمال دي على الممبر اللي احنا بندرسه، لان احنا عندنا في زي ما انتم شفتوا في اللاي اوت عندنا التراس في كذا لور، في كذا ابر، في كذا دياجونالز. فالدكتور مثلا زي ما انتم عارفين مثلا ممكن يطلب الدياجونال ده، طب ازاي هوقف الاحمال؟ هل الاحمال هتبقى بنفس ترتيبها لو انا طلبنا ده؟ لا اكيد، لو طلبنا ده اكيد مختلف. فاحنا النهارده هنشوف ازاي حاجه حاجه كده نحاول نقسم السكشن والموضوع ان شاء الله يبقى واضح للجميع. طيب احنا شفنا الكروس سكشنز بتاعتنا والناس كلها عملت اللي اوت ده، والنهارده هنبتدي نتكلم على اخر عنصر عندنا ازاي نحسب عليه اللودز اللي هو التراس، اللي هو عندنا سواء انت عندك دبل تراك، عندك سنجل، عندك تريبل. عرفنا كمان ان احنا ممكن يكون عندنا اربعة عادي، ممكن يبقى خمسة، ممكن، بس طبعا زي ما انتم شفتوا كده في الشيت يعني اقصى حاجة ثلاثة، ممكن تيجي اربعة وما بنتكلم على طول لو جت نعمل فيها ايه برضه. طيب احنا النهارده هنعمل ايه؟ هنركز بقى نجيب الستريننج اكشن على التراس ده. طيب في بداية السكشن كده عشان نبسط الموضوع انا هعتبر التراس بتاعي ديت اكنها كاميرا بليد جيردر، عشان بس نتخيل الموضوع شويه في الاول هعتبرها كاميرا بليد جيردر، يعني لما اجي ارسمها بعد شويه هرسمها اكنها كاميرا سيمبلي سبورتد، السبان بتاعها هو ال، مش هجيب بقى سيره خالص تراس ولا ابر ولا لور. الاول نتخيل الاحمال وبعد كده بقى نشوف بقى ازاي الاحمال دي هنوقفها. طيب ايه الاحمال اللي عندنا؟ قلنا احنا عندنا في الاول ديد لود ولايف لود، هم الحملين الاكتر احمال اللي احنا بنركز عليهم خلال الترم ده، وهنشوف ازاي نحسب كل واحد منهم. طيب الديد لود زي ما انتم شفتوا بيكون من كذا حاجتين، احنا قلنا لو جبنا مثلا بس كروس سيكشن من دول كده يبقى جنبنا مثلا السنجل تراك ده، وجينا حطيناه بس جنبنا هنا، جينا قلنا عباره عن ايه؟ عباره عن ايه الديد لودز اللي عندنا في المصنع او في الكوبري بتاعنا ده؟ معلش قلنا ان احنا عباره عن عندنا ريلز وسليبر ومجموعه من البريسنج اللي هي الكروس جيردر والسترينجرز وال الابر بريسنج واللور بريسنج والفيرتيكال على حسب بقى التايب بتاع الكوبري بتاعي. دي الاحمال عندنا. فاحنا عندنا نوعين، عندنا اللي هو اللي احنا سميناهم الريل والسليبر دوت، اللي احنا سميناهم قبل كده الويت اوف تراك، وكنا فرضناها لو فاكرين 600 كيلو جرام على الميتر ران، ده للقطر الواحد، تمام؟ ده كان الويت اوف تراك، وتقريبا عملناها تقريبا في رينج 600 للقطر كله على بعضه، كيلو جرام على الميتر ران. تاني حاجة بقى اللي هو وزن الستيل ستراكشر بتاع الايه الكوبري بتاعنا ده كله، اللي هو يشمل بقى وزن الكروس جيردر، السترينجرز، البريسنج سيستم، الاستيفنرز، اي حاجة بقى الكونكشنز، الحاجات اللي احنا هنحطها ديت، فدي زي هنسميها مثلا الستيل ستراكشر بتاع او الاون ويت اوف الستيل بقى عموما. فدي هيبقى ليها معادلة زي ما انتوا اتعودنا كده الترم الاولاني في البليد جيردر كان ليها معادلة انسايد واوت سايد، وايه وقعدنا نحسب الكلام اللي انتوا شفتوه، وكانت معادله امبيريكال، كانت فانكشن في ال ال بتاعته. نفس الكلام هنا احنا عندنا كذا كيس، احنا عندنا في ناس هيبقى عندها سنجل تراك، فاحنا عايزين نشوف ايه اللي هيحصل في الديد لود، وفي ناس عندها دبل، عشان نكتب الفروقات بالمره كده عشان يبقى الناس كلها شافت الثلاثه يعني التريبل والاربعه، يعني اكيد يعني خلاص يعني لو انت فهمت السنجل الدبل التريبل يعني هي في الاخر دي احمال ديد لود ما فيهاش ايه اي مشكله. طيب السنجل تراك لو احنا جينا قلنا هو شايل ايه؟ هو هيبقى شايل قطر واحد، التراس بتاعك ده هيبقى شايل قطر واحد، فانت خلي بالك لما تيجي تقول الدبليو ديد لود اللي عليه في الاخر هتيجي اكيد تاخد يعني نيجي نقول دبليو ديد لود بتساوي على الكاميرا بتاعتك، زي احنا قلنا دلوقتي هنعتبر ان التراس ده اكنه بس كاميرا سيمبل بيم، فانت اعتبر بس ان الحمل بتاعنا كده ايه؟ دي الكاميرا بتاعت البليك جيردر، و السبان بتاعها هو ال اللي هو ممكن يوصل ل 50 60 بقى على حسب كل واحد الدايمنشنز بتاعته في اللاي اوت، وعليه شويه يونيفورم لود كنتو دبليو ديد. احنا عايزين نحسب ايه الدبليو ديد دي دلوقتي في حاله السنجل وفي حاله التريبل وفي حاله الدبل. طيب ابتدينا بالسنجل، قلنا لو هو سنجل هيبقى شايل قطر واحد، فالقطر الواحد احنا قلنا الوزن بتاع القطر الواحد 600، هو هيشيل اكيد نص القطر هيروح على التراس ده بالعين كده، ونص التراس نص القطر هيروح اللي هو الريل والسليبر هيروحوا على النص ده، فانت ما تنساش تضرب بس برضو هنا نص في ال 600، تمام؟ زائد ايه بقى؟ زائد الدبليو ستيل، الدبليو ستيل اللي هي وزن الاستراكشر بتاعك ده كله، برضو هو هيروح على كام تراس عندك؟ هيروح على اتنين، فبرضو هنضربها في
نص، يعني المعادله اللي الدكتور هيديها لنا في المحاضره وانا هوريها لكم دلوقتي، انا جبتها برنت سكرين من الدكتور هنشوفها دلوقتي. ما تنساش دي بتاعت التوتال بتاع الكوبري كله، لا انت هتضربها في نص عشان تجيب بير تراس الواحد او بين بلير جيردر الواحد، هيبقى تاخد القيمه دي برضو تضربها في نص. طب لو انت عندك دبل دبل تراك او دبل عندك اتنين قطرين فوق فوق الكروس جيردر بتاعتك، لا خلي بالك في الحاله ديت انت ارسمهم، حتى لو عندك قطر وقطر يبقى التراس اللي على اليمين دوت وعندك تراس على الشمال هنا، اكيد ده هيشيل القطر كله الوزن بتاعه بالسيمترية، وده كله هيروح على القطر ده. يبقى احنا نقدر نقول في حالة ان الدبل ما تنساش ما تضربش بقى في نص الـ600، لا هتاخد الـ600 كاملة تمام، زائد الدبليو برضو بس المرة دي بقى بتاعت الدبل تراك هتلاقي معادلة تانية مختلفة، ودي تضربها في نص. طيب في حالة التريبل نخلي بالنا لا هيبقى 3 قطورة، فهو كل واحد هيشيل واحد ونص من قيمة الـ600، يعني كل واحد هيشيل واحد ونص من التلاتة، يعني النص هيروح هنا والنص هيروح هنا على كل تراس من دول، يبقى ده في حالة الدبليو تريبل، ودي برضو نضربها في نص. طيب المعادلة بتاعت الدبليو اس تي ديت ولا الدبليو دي تي ولا الدبليو تي دي، هتلاقيها في المحاضرة الدكتور مديها لك في صورة جدول، والجدول صراحة شكله كويس ومنظم تقدر ايه تحتفظ بيه وتشوف بقى الريشيو دي. يعني جه قال لك لو انت سنجل تراك خلي بالك يا باشمهندس ان هي هتبقى المعادله نص زائد 0.05 ال ال ديت هي اللسبان بتاعت الايه الكوبري بتاعك، ولو انت بوني بريدج لا الوزن بيبقى اتقل شويه علشان موضوع بقى الفريمنج واللي احنا قلنا ان بيبقى في حاجات عليها مومنت، فاكيد القطاعات هتكبر شويه، فعلشان كده هتلاقي المعادله بتاعت البوني على طول بتطلع رقم اكبر. وفصلهم لك قال لك لو انت اقل من 60 بفاليو، لو اكبر من 60 بتبقى معادله امبيريكال تاني. طيب للدبل والتريبل، الدبل والتريبل قال لك خد احسب الدبليو ستيل دي بس اضربها في فاكتور، الفاكتور ده هنا مثلا في الحاله دي ب 1.9، هنا ب 1.8، الرقم اللي بيطلع ده يا باشمهندس ده التوتال، ده التوتال بتاع الوزن كله اللي بعضه على الكوبري. طب هو في كام تراس شايل الوزن ده؟ 2، فعلى طول ما تنساش تضرب الدبليو ديت في نص علشان ما تطلعش ايه ارقام هلاميه، لان انت لو ضربتش في نص هتلاقي ارقام بقى ايه كبيره كبيره يعني تمام. وخلي بالك بس من السليبرز والريل على حسب بقى ده، لو هو قطر واحد نص، لو هو قطرين يبقى كل واحد هيشيل واحد بحاله، لو هم ثلاثة كل واحد هيشيل قطر ونص، يبقى ديت ايه ما تنساش الرقم ده يبقى مظبوط عندك. طبعا ديت بالكيلو جرام، فطبعا لازم تقسمها على 1000 لان المعادلة التانية دي بتطلع على 1000، فطبعا تحويل اليونتس ده انتوا شاطرين فيه مش هنقعد ايه نأكد عليه كتير. يبقى احنا دلوقتي من الديد لود ايه الحمل اللي احنا حصلنا عليه؟ حصلنا على لاين لود قيمته دبليو ديد، عرفنا ازاي نحسبه في حالة السنجل، حالة التريبل، في حالة الدبل. طبعا لو هو 4 حتى الدكتور مش جايب ازاي تحسب الديد لود بتاعه، غالبا لو جه وهو غالبا اصلا اكتر، ان لما الديد بيجي في الامتحان زي ما انتم شفتوا قبل كده واتعاملتوا بقى في الكورس اللي فات، كان بيبقى الدكتور بيديك اسيوم الدبليو ديد ده برقم بفاليو علشان تفاصيله كتيره وممكن كل واحد يفرض رقم فيبقى الرقم مختلف، فممكن في الامتحان يريحك يجي يقول لك يا باشمهندس خد الدبليو ديد ده برقم معين على الميتر رن ولا حاجه، فيبقى انت تيجي ايه تعوض بيه على طول. فالديد لود ده ما مش بنحب نتكلم فيه كتير علشان هو اصلا ما فيهوش تفاصيل كتير. فده شكل اللاين لود، عايزين بعد شويه بقى نشوف اللاين لود ده هنحطه ازاي على التراس علشان نحمل الابر واللور والدنج، فهنركنه شويه على كام كده يا باشمهندسين ونخش على اللايف لود. طيب نخش كده على التحميله اللي انتوا حفظتوها بقى خلاص، نفتكر ان الموضوع بقى سهل. خلي بالكم في ناس بتتلخبط ساعات بتلاقي الارقام دي 25 وده 8، خلي بالك هتلاقي تحت كل رسمه الدكتور كاتب هي بتاعت الاكس ولا نص اكس، بدل مكتوب هنا دي نص اكس زي ما اتفقنا يبقى ده بير السترينجر، يعني كل سترينجر شايله الاكس اللي انت شايفه ده، لو لقيتها 25 و8 يبقى ده وزن القطر كله از وان بارت توتال، وانت بعد كده ممكن تقسم الارقام دي على الاثنين وتودي كل واحد على القطر السترينجر بتاعته، فما تتلخبطوش من ديت، لا لما تلاقيها 25 يبقى ده كده وزن القطر كذا توتال، لما تلاقيها 12 ونص يبقى انت كده الدكتور مديها لك بير السترينجر فما فيش اي مشكله، لو اداها لك 25 بس يبقى اقسمها على الاثنين عشان احنا بندرس في الاخر بير سترينجر مش بندرس القطر از وان بارت يعني. طيب وعرفنا ان في معادله ثانيه امباكت فاكتور عشان دي وركينج لودز وغير شامله الدايناميك افكت، فاحنا محتاجين نضرب في الفاكتور اللي هو 1.35، وبعد شويه محتاجين نضرب في الامباكت فاكتور على حسب الممبر اللي احنا بندرسه تمام. طيب دي الاحمال، طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين برضو ندرس اللايف لود على الكوبري بتاعنا. انا همثل التراس دلوقتي زي ما قلنا ببليد جيردر، ادي البليد جيردر اللي على اليمين وادي البليد جيردر اللي على الشمال، وعليهم شويه كروس جيردرز عموديه عليها بالشكل اللي احنا شفناها ده قبل كده وكررناها كتير، وبعد كده في السترينجرز
اللي هي عندنا دي. طيب السترينجرز ديت على حسب بقى، لو انت عندك سنجل هيبقوا اتنين، لو هما دبل هيبقوا اربعه، لو هما تريبل هيبقى تلاته. طيب القطر بيمشي ازاي؟ زي ما اكدنا قبل كده كتير، بيمشي اربع عجلات كونسنتريتد ويونيفورم، ويونيفورم هنا كده على كل اكس من السترينجرز. ده كده كل ده احنا ايه اكدنا عليه كتير، وافتكر ان الاحمال ثبتت والناس فهمت النقطه دي كويس جدا. طيب احنا عايزين ندرس مين النهارده؟ عايزين ندرس المين جيردر دي او التراس ده، يعني اي حاجه عايزين ندرس الاليمنت اللي هو على الطرف ده. طيب الميزه هنا في المين جيردر او التراس عندنا ان هو تقريبا الاحمال موازيه للسترينجر، يعني انت عارف يعني هو ده لاين لود، يوم ما يروح على المين جيردر بتاعتك هيروح لاين لود زي ما هو، يعني انت هنا مش محتاج حتى تاخد شريحه عموديه، هتلاقيك انت مش مستاهله الموضوع، مش تاخد انت المفروض طبعا تاخد شريحه عموديه علشان زي ما احنا اتفقنا بدل الحمل مش ماشي بطريقه مباشره على الكروس جيردرز او على الاليمنت اللي احنا بندرسه، يبقى انا محتاج اخد شريحه عرضيه. فانا حتى لو جيت شريحه خدت شريحه عرضيه هنا هاجي الاقي ايه؟ هاجي الاقي السبورت اللي هو بيمثل التراس اليمين وسبورت بيمثل التراس الشمال، واجي بعد كده اشوف كل مكان سترينجر او اللي انا البوزيشنز اللي بتمشي عليها القطر، واجي احط رياكشنز مكانها، يبقى اكنها شريحه كروس جيردر، يعني عموما هي شبه شريحه الكروس جيردر. طيب المين جيردر او التراس دوت هو موازي بالظبط للسترينجر، فالاحمال لما نيجي ناخد بعد شويه او نيجي نشوف الاحمال اللي هتحس بيها التراس ده، هو المفروض هتبقى كوبي بيست منها، هي هيحس برضو بنفس الاحمال بنفس الشكل، هيلاقي هيحس باربعه كونسنتريتد وهيحس بيونيفورم لود. بس هل هي 12 ونص؟ الله اعلم بقى، هل هي 25؟ هل هي 14؟ هل هي 8؟ هل هي اليونيفورم دوت قيمته 4 6؟ كل ده بقى هنشوفه دلوقتي. على اساس ايه؟ على اساس بقى عدد التراكس اللي عندك، يعني على اساس ايه هنعرف الكلام ده؟ على اساس عدد التراك. طيب لو انا جيت قلت الواحد يا باشمهندس، خلينا نبتدي باسهل حاجه خالص، ان احنا عندنا الكيس بتاعت السنجل تراك. تمام؟ يعني اول كيس عندنا ان واحد يبقى شايل قطر واحد. ادي التراك بيبقى عندك اتنين بس سترينجر، وكل واحد شايل اكس قطر اللي هو عباره عن اربعه كونسنتريتد 12 ونص، وبقيه الكوبري عليه 4 طن على المتر ران. هل هنا مستدعي انك تاخد شريحه وتثبت المين جيردر عليه ايه او التراس بتاعك؟ لا خلاص، انت لو جبنا مساله كده سهله قلت لك ده 1 طن وده واحد، يبقى الرياكشن ده المفروض يطلع بكام؟ بيطلع بواحد زيه. يبقى نخلي بالنا من حاجه، يبقى انا هاجي كده هقول ان البليد جيردر بتاعتي بقى او التراس اللي انا همثله بس بسنجل لاين ده دلوقتي هيبقى حاسس بايه؟ هيحس باربعه كونسنتريتد لود شبه بالظبط السترينجر اللي هم الاربعه بتوعنا دول اللي احنا عارفينهم اللي هو قيمته 12 ونص، وفي يونيفورم قدامه ويونيفورم ورا، المسافات زي ما اتفقنا 1.6 1.6 1.6 واخر حتتين دول 0.8، وده الرياكشنز اللي هي ب 12 ونص وده بالاربعه. طيب يبقى اللي هيحس التراس عموما هيحس بنفس شكل الشريحه بتاعت السترينجر، بس السترينجر طبعا اسبانها صغير، ده اسبانه ما شاء الله اللي هو كل الكوبري بتاعك اللي هو ال، فغالبا كل الاحمال هتقع، مش زي بقى السترينجر قعدنا فيه احمال خرجت واحمال دخلت والكلام اللي احنا ضيعنا فيه وقت قد كده قبل كده كتير. تمام؟ يبقى انت في شريحه التراس انت مش محتاج تاخد شريحه عموديه، انت هتيجي على طول تحط على التراس بتاعك اليونيفورم لود والاربعه كونسنتريتد، وتيجي تقول بقى هل هو هيحس ب 12 ونص ولا مش هيحس ب 12 ونص؟ على حسب، لو هو شايل يا باشمهندس قطر واحد فانت عارف ان الاكس دوت هيبقى 12 ونص واربعه كله هيروح على ده، وال 12 ونص واليونيفورم الاربعه هيروح على ده. طب انا بدرس واحد منهم، يبقى انا اقدر اجي اقول ان الشريحه ديت هي 12 ونص في ار الرياكشن، يعني كل ممكن نسمي هنا ان في حاله الار ده يبقى حاجه كده زي فاكتور، ويعتمد على عدد التراكس اللي عندك في الكوبري. ماشي؟ 12 ونص في ار، 12 ونص في ار، ده الشريحه اللي انت هتحطها على التراس، والاربعه دي هتبقى تضرب في ار برضو، والاربعه دي تتضرب في ار. طيب لو انت الكوبري بتاعك سنجل، فانت اهو زي ما احنا قلنا هيبقى عندك كاميرا سيمبلي سبورتد، لو فرضنا ان القطر ده بواحد وده بواحد، يعني نسبه لان الواحد دي بتمثل اللي هو الاكس بتاع ال 12 ونص والاربعه، هيطلع فعلا الار دي بكام؟ هتطلع بواحد. يبقى انت في حاله التراس وانت بتدرس وانت سنجل تراك هتيجي تحط نفس الاحمال اللي حطها على الكروس جيرد على السترينجر هي اللي على التراس، لان في الاخر التراس هو موازي لاتجاه السترينجر بتاعته. طيب لو واحد الكوبري بتاعه دبل هيجي يعمل ايه؟ هيجي يرسمهم كده، قلنا ان هو لو دبل بنحط قطرين كل واحد في البوزيشن بتاعه، واحنا عشان الكوبري بتاعنا سيمتريك فدول هيبقى واحد واحد واحد، يبقى انت لو جربت تحسب الرياكشن ده الار دي هتطلع بكام في الحاله دي؟ هتطلع ب2. يبقى انت هتيجي لما تيجي تحط الاحمال على التراس بتاعك هيبقى دي 25 25 25 25
وي 8 ليه؟ لان كل واحد فعلا شايل قطر بحاله، هم قطرين، يبقى كل تراس هيشيل قطر بحاله، وفعلا تبقى كده الارقام منطقيه. طب لو انت الكوبري بتاعك يا باشمهندس تريبل، طب التريبل احنا قلنا في نقطه مهمه جدا، قلنا لو هم تريبل بنوقف اول اتنين، بنفترض ان القطرين دول كاملين، القطر الثالث بنفترض نص القيمه، فانت حتى وانت بتعمل الشريحه دي حط دول بكام؟ تحطهم بنص، نص الايه اللاين لود اللي انت حاطه على كل واحد من ده. طيب وانا بحسب الرياكشن، طبعا ما تحسبش ناحيه الصغير، احسب الرياكشن ده، وانت لو جربت مره تحسبها تقريبا انا مش فاكر الرقم قوي، بيطلع 3.7 3.6، بس انت ايه انسوا الرقم اللي انا قلته ده، انت تقدر تحسبها وتقول الرقم ده الفاليو ده بكام بالظبط، وتيجي تضربه في اكس الايه القطر بتاعك ده. طيب لو واحد كان الكوبري بتاعه 4 هيجي يعمل ايه؟ نفس الكلام، هيجي يوقف اول 3 واحد وده واحد وده واحد، وبعد كده اللي بعديه نص نص، واخر اتنين هيبقوا ربع، وتجيب انهي رياكشن؟ تجيب الرياكشن ده علشان تعرف التراس بتاعك هيبقى حاسس قد ايه من اللاين لود ده، اكيد مش ب 12 ونص، اكيد رقم اكبر، لان هو دلوقتي بقى شايل قطرين، وواحد شايل نص قطر وربع قطر كمان، يبقى تقريبا شايل بنتكلم في 2.75 از توتال. فشوف بقى نسبتها هتروح قد ايه للسبورت ده ونسبه ده قد ايه. فطبعا في السنجل تراك انت مش محتاج، انت لو انت التريبل، انا لو منك في البيت اجرب اعمل حاله التريبل، ابقى عارف الار عشان لو جت في امتحان ولا حاجه ابقى ارسم للدكتور شكل الشريحه ده، بس انا في الاخر عارف الار بكام، بس بعملها ايه اثبات عشان ابقى متاكد وانا بحل في الامتحان. وبرضه تعمل كيس الاربعه لان انت عارف المسافات ثابته اصلا، يعني انتوا المسافات ثابته كلها ما بين، فهي عمر ما الار دي هتختلف، ولا عمر الار دي هتختلف، ولا عمر الار دي هتختلف، لان احنا زي ما احنا اتفقنا ان الكوبري بتاعنا هيبقى ريل واي بس. طبعا لو كان في رود واي كنا ممكن بقى اقول لك لا ده في لعب وفي اختلافات كتير، فالموضوع عندنا اسهل الحمد لله. يبقى احنا عايزين نخلص من نستنتج او نعمل كونكلوجن من اللايف لود على التراس، ان احنا هنيجي نوقف على التراس بتاعنا لاين لود بالشكل ده، عباره عن ديستريبيوتد وكونسنتريتد. قيمه الكونسنتريتد والديستريبيوتد ده انت تاخد الاكس اللي هو بتاع البير سترينجر وتضربه في حاجه اسمها ار. الار ديت هي عباره عن ايه؟ هي انك تاخد شريحه سريعه كده، لو هو سنجل هتطلع بواحد، وانت حتى بالسنس الهندسي ممكن ما تاخدش الشريحه دي، لو هو قطر سنجل او دبل هتلاقيك انت ممكن تستنتجها ان هي فعلا هتطلع واحد وهتطلع اتنين لو هو دبل. تمام؟ يبقى ده كده الاوتبوت اللي احنا طلعناه، طلعنا ايه لحد دلوقتي؟ طلعنا شريحه عليها يونيفورم لود في الديد لود قيمته لاين لود كده بطن ميتر ران، وطلعنا شريحه ثانيه عليها 4 كونسنتريتد، عرفنا ازاي نحسب الفاليوز بتاعتها معاها شويه ديستريبيوتد شويه ديستريبيوتد، ودي شريحه اللايف لود. الدور اللي بقى الجاي بقى ان شاء الله نبتدي نشوف الايه الممبرز بتاعتنا بقى، ابر كورد ولور كورد ودياجونالز وفيرتيكالز. تمام؟ الترم سيكشن، وده بقى النص، يمكن النص الثاني ده يعني هو للاسف هو ستراكشر، يعني انا هبقى دلوقتي بقى هقلب من معيد ستيل هخش قسم ستراكشر اشرح حاجه في ستراكشر بالظبط، لان هو انفلونس لاين، ده مش دورنا، احنا دورنا في الستيل ان انت اجي اقول لك يا باشمهندس صمم شايك بندنج ستريس ازاي، شايك فليكشر ازاي، شايك فتيج. فالنص الثاني ده هيبقى الى حد ما ستراكشر اكتر من ستيل، وانا هحاول على قد ما اقدر يعني اوصل لكم احنا بنعمل ايه، او الانفلونس لاين ده ظهر ازاي، فايه يعني اتقالوا اكتر ما يمكن على حد ما ايه اخلص المنبر كله، لا يمكن الحاجه اللي انت عايز تسال فيها تظهر في الاخر، يعني لان هي ايه في الاخر، انا هطمنك انك في الاخر مهما حتى لو ما فهمتش قوي انت في الاخر هتعرف تنزل بدروب فين وايه في على ال اف اتش، كل الكلام ده هتعرف تستنتجه لوحدك، بس انا عايزك تستنتجه وتبقى فاهمه، يعني مش بس مجرد بتخش تعمل انفلونس لاين وانت مش فاهم ايه هي الانفلونس لاين اللي انت بتعمله ده بتاع ايه، وليه هنا بوزيتيف وليه هنا فرضنا ديت تنشن ودي كومبريشن. فتعالوا كده ايه شويه بشويه نمسك حاجه حاجه، احنا طبعا عندنا كذا كيسز وانا هحاول اغطي الكيسز المختلفه اللي ممكن تحصل عندنا في التاب. تمام؟ طيب خلينا نبتدي بالكيس الاولانيه اللي هو اللور كورد. انا عندي تراس، خلاص احنا عرفنا ان التراس دوت عليه احمال، عليه احمال لاين لود، يعني احنا مش انا مش عايز اجيب سيره الاحمال دلوقتي، خلي الاحمال لما نرسم الانفلونس لاين، عليه لاين لود ديد بقيمه طن على الميتر ران، وعليه احمال اللايف لود اللي هم الاربعه كونسنتريتد. تمام؟ ومعاه شويه ديستريبيوتد، معاه شويه ديستريبيوتد، وقلنا كل واحد ده مضروب في ار وده مضروب في ار، وبراحتنا بقى نوقفهم يمين ووقفهم شمال، دي بقى اللي هنستنتجها بعد شويه. طيب قبل بس ما امسك الاحمال دي ونحطها على التراس بتاعي، عايزين نشوف ازاي ارسم انفلونس لاين.
طبعا ده بقى مش كاميرا، لا ده تراس. فطبعا الانفلونس لاين هنا في شويه حاجات مختلفه عن اللي احنا عملناه قبل كده. طيب تعالوا نمسك نشوف الكورد ممبرز، يعني سواء لور او ابر هي نفس الكونسبت اللي احنا هنمشي فيه دوت، هتطبقه سواء في اللور او الابر. هنعمل كده على كل، طيب على الاقل اتنين بحيث الموضوع يثبت معاكم. طيب هل هيفرق معايا يا باشمهندس الكوبري دوت ديك ولا بوني في حاجه؟ لا مش هيفرق معاك اي حاجه، يعني سواء الكمر عندك تحت ديك او بوني، في حاله الكورد ممبرز ما بتفرقش معانا الكروس جيردرز عندك فوق ولا تحت. الحاجات اللي هيفرق فيها الكروس جيردر هقول لك قبلها. تمام. طيب تعالوا كده، انا مثلا الدكتور جه في الامتحان وشاور على الممبر ده وقال لي عايز الماكسيمم فورس دايجرام، سواء بقى فورس ماكسيمم فورس فيه عشان نعمل له ديزاين. يعني المرحله الاسبوع الجاي ان شاء الله هنتكلم في الديزاين، فهنبقى عايزين الفورس في الممبر ده. طيب اتعامل ازاي مع حاجه زي كده؟ طيب احنا لو احنا كانت مساله ستيل عادي او مساله استراكشر، كنت انت هتيجي تعمل ايه؟ انت عارف في حاله الان تراس اسهل حاجه عشان تجيب فورس في كورد ممبر، هحاول افكركم، كنت بتقطع في الممبر ده كده راسي، وبعد كده هيتبقى لك نص يمين تراس ونص شمال براحتك، ممكن تدرس النص اليمين او تدرس النص الشمال بتاعك. طيب انا هاجي هفصل كده، هرسمها تحت تاني، هاخد التراس اللي اتبقى ده بعد ما قطعت اهو بالشكل ده، ده كده التراس اللي هو النص اللي ايه اللي هيتبقى لما تقطع ده، هي هتقطع في الابر وفي الدياجونال وفي اللور. انا عايز مين؟ انا عايز اللور ده، انا اللي بدور عليه يا باشمهندسين، هو التارجت بتاعي، هو ده الممبر بتاعي. طيب بعد ما اقطع كده، لو جيت قلت لك يا باشمهندس طب احنا عايزين نجيب الفورس في الممبر ده، وانت اوريدي اكيد هتعرف تجيب الرياكشنز الخارجيه، ليه؟ لان هو ديترمنت، يعني انت تعرف على طول تجيب الرياكشن ده بكام وده بكام، لان الاكس عندنا هنا بزيرو في المصنع في الكوبري بتاعنا ده، يبقى انت معاك الرياكشن ده. طيب وعايزين نجيب الفورس في الممبر ده، فاحسن بوزيشن اخد فيه المومنت عشان اطلع الرياكشن ده هو انك انت قاطع في ثلاثه، تقطع عايز نقطه، ناخد نقطه نود تضيع لك الفورسين وتبقى لك فورس واحده، اللي هي اني نود؟ النود ديت لو انت جيت خدت المومنت عندها زي ما انت شفت واقف كده، هتيجي فعلا تلاقي ايه دي خلاص اختفت، لان المومنت هنا هتضربه في مسافه بزيرو، ده هنا خلاص اختفت، فانت كده طيرت التو انونز اللي احنا مش عارفينه، وتيجي عند النقطه دي وتاخد ايه، تقول الفورس اللي انت مش عارفها ديت في المسافه اللي هي ايه الدبس اللي هو ده، اللي هي الارتفاع اللي احنا بنسميه الهايت او الدبس بتاع التراس، بتساوي مين؟ بتساوي الرياكشن دوت في المسافه الحد اللي انت بتدرسها، اللي هي المسافه اللي اسمها ايه مثلا ايه ولا حاجه. تمام، يبقى دوت الايه الفورس دي. طبعا الفورس دي عايز اطلعها اجي اقول في الاخر هي عباره عن الرياكشن في ايه على اتش. تمام، طيب ده كده اول حاجه. يبقى انت اول حاجه علشان نعرف نحدد النقطه اللي انت هتعمل من عندها الدروب، اللي هو الدروب اللي احنا ننزل منه بقيمه ما اللي هي قيمه الفورس دي، لازم تعرف النود اللي هي تضيع لك الفورسين التانيين وتسيب لك الفورس اللي انت بتدور عليه. فانا هو لو انا كان كده هو هاجي اقطع كده، انا طبعا مش هقدر ارسم دي في الامتحان، لو قعدت ارسم في الامتحان دي مش هنخلص الدنيا عندك، انت على طول كده اقطع باي خط خفيف كده بالقلم الرصاص وشوف انت عندك ثلاثه فورس الظاهرين، مين النقطه اللي خدتها تضيع لك اثنين؟ طبعا لو خدت دي اكيد ضيعت لك اللي انت عايزها، لا انا عايز اللي تحت، يبقى انا اخد النقطه اللي فوق، يبقى دي النقطه اللي هاجي من عندها بعد شويه اعمل دروب. يبقى انا هاجي كده خلاص، يبقى احنا عرفنا اول حاجه ازاي نجيب النقطه اللي احنا ايه بندور عليها. يبقى انت هتيجي كده ترسم انفلونس لاين، تقول هو عباره عن خط ماشي وفي سبورت يمين وفي سبورت شمال. تمام، هتيجي مين النقطه اللي هننزل عندها دروب؟ يبقى دي البول اللي هننزل من عندها، يبقى ديت كده كده تنزل بفاليو. الفاليو بتاعت دي كام احنا نعرفها على فكره، يعني انا هاجي اقول لكم ازاي نستنتجها دلوقتي، او انت هتلاقي الدكتور قال اي اف في على ال في اتش، طب هي جت منين؟ ما انت اكيد احنا عارفينها، وانتوا اكيد متاكدين، ان انا متاكد ان انتوا عارفينها. طيب انا هاجي اقول لكم تخيلوا التراس ده اكنه كاميرا سيمبلي سبورتد، يعني تعالى كده اهو سيبك من ده خالص اهو، واكن هنا الدكتور حاطط لك 1 طن على الكاميرا. فاكر لما قلت لكم لما يكون الديفليكشن او عايزين نجيب ماكسيمم مومنت بس مش في نقطه، مش في نص التراس، كنا بنيجي نعمل او في نص الجردر بتاعتك كنت بتيجي تنزل هنا بدروب، الدروب ده سميناه اي اف في على ال، واستنتجناه كتير، يمكن استنتجناه في اكتر من سيكشن، واستنتجناه حتى في السيكشن بتاع اللود بتاع السترينجر. قلنا لو سمينا المسافه دي يا باشمهندس اسمها ايه لحد النقطه اللي انت بتدرس عنها، والنقطه الثانيه دي اسمها بي، يبقى النقطه اللي هي ده الدروب دوت هو عباره عن ايه؟ اي في بي على ال. طبعا هات انت الرياكشن، الرياكشن هيطلع
في بي على ال، يعني الرياكشن ده لو انت عايز تعرف جت ايه في على ال ازاي، انت حط الواحد طن هنا هتلاقي الرياكشن ده بيطلع بي على ال، ماشي؟ فعشان تجيب المومنت عند النقطه دي هتضرب ايه، بي اف بي في ال على ايه، يبقى دي الدروب اللي عند المومنت ايه في بي على ال. طيب ده مومنت، يعني اللي احنا الانفلونس لاين اللي انا رسمته التاني ده بتاع مومنت، انا عايز اعمله ايه؟ انا عايز اخليه فورسز. طيب مش المومنت ده زي ما انتم عارفين ممكن نحلله لكابل اوف فورس، اكن انا بقى خلاص تحيلت على الموضوع، انا جبت في السنتر لاين حولت التراس ده لسنتر لاين بالشكل ده، لا انا عايز بقى اخلي المومنت ده يتحول لكابل اوف فورس. فورس فوق هتعمل كومبريشن، وفورس تحت تعمل تنشن. المسافه ما بين الفورسين دي كام؟ اللي هي الدي. يبقى انا ممكن اقول ان السي ديت او الكومبريشن ديت بتساوي التنشن فورس، بتساوي ان احنا نقسم المومنت ده على الدبس او الاتش بقى، عشان نخليها اتش زي الدكتور ما بيسميها، نسميها الام على الاتش. يبقى انا بعد ما جبته انفلونس لاين لمومنت عشان احوله لفورس، اقوم قاسم الكلام ده على اتش تحت، يبقى ده خلاص كده اتحول لفورس في الكورد ممبر اللي انت عايزه. يبقى ده السيكونس بتاعك لو انت عايز تفهم ليه جت، ليه احنا بننزل اي في على ال في اتش، يبقى ده اللي كان الاثبات بتاعه. يبقى انت هتيجي كده بعد كده، انت بقى مش هتقعد تعمل كده في الامتحان، انا مش، انا بقول لك انت بس بقى فاهم انت ليه احنا ليه عملنا الشكل ده، او ليه نزلنا بالنقطه ديت، ليه الرقم فاليو ده. انت خلاص في الامتحان هتيجي تعمل ايه؟ تقطع تشوف النقطه اللي تضيع لك التو فورسز اللي في الممبر التانيين، هيتبقى لك الممبر اللي انت عايزه ده، هو ده اللي تنزل، يبقى دي البول بتاعتك تنزل بقيمه. القيمه دي قيمتها كام يا شانسين؟ A في B على L في H. احنا عارفين ايه في على ال، الاتش دي زياده عشان بقى ترص، فاحنا عشان نحوله لفورسز مش مومنت انفلونس لاين بتاعت مومنت، تمام؟ يبقى الاي ديت عباره عن ايه؟ دي سميها ايه، الناحيه الثانيه دي سميها البي، ال اللي هي طول التراس كله، الاتش معاك خلاص تعرف تحسب الانفلونس لاين للممبر ده. يبقى ده لو احنا جينا سمينا دوت مثلا دلوقتي كده ده لور 1 مثلا، لور 3، لو ده 1 ده 2 ده 3، يبقى ده الانفلونس لاين بتاع لور 3، ممبر بتاع لور 3. طيب مثلا الدكتور قال لك لا ماشي خلينا نجرب واحد ابر مثلا عشان الموضوع يثبت اكتر، لو الدكتور طلب مثلا ده، هتلاقوا في ميزه في الان تراس، ان الان تراس دوت زي ده، يعني الفورس في الممبر بتاع ال 3 هو هو يو 2. طب انا مش عارف استنتج الكلام ده يا باشمهندس، انت استنتجتها بسرعه ازاي؟ اقول لك تعالى اقطع اهو، اول حاجه تيجي تقطع سيكشن راسي هيظهر لك ثلاثه فرصات في الممبر، مين النقطه اللي تطير لك الفورسين وتسيب لك الفورس اللي انت عايزها اللي احنا بندور عليها اللي هي لفوق؟ هتلاقي دي لو جينا بصينا لدي لا دي صعبه، يبقى الثانيه هي اللي ايه اللي هتعمل ايه، يبقى هي نفس البول بتاعت الممبر بتاع مين؟ ال 3. فصدفت فعلا ان ال 3 هو هو الانفلونس لاين بتاع يو 2. خلاص هتيجي تنزل بدروب، الدروب ده قيمته كام؟ هتشوف بقى المسافه دي اسمها ايه، المسافه دي اسمها بي، ال ال على اتش، فهتلاقي الفورس في ال 3 بيساوي يو 2. طيب خلي بالك من النقطه دي لانها ممكن تحصل في امتحان، يعني الدكتور في الامتحان يجي يقول لك صمم مثلا الكونكشن دي ويديك الفورس في الممبر ده. طيب هتيجي في الامتحان يا باشمهندس يا دكتور ده انت في هنا فورسز مش ناقصه عندك، لا هو عارف ان انت المفروض تاخد بالك بالسيمتريه ان ال 3 هي هي يو 2، يعني مش هيجي يقول لك دي بقى، انت بقى تقعد تضيع وقت في الامتحان وتقعد تحسب لودز وهي اصلا الرقم موجود جيفن جنبك في السؤال وانت مش واخد بالك من النقطه دي. فدي خلي بالكم منها، لازم تبقى عندك شويه سرعه كده انك ايه تلقط فين الحاجه اللي فيها الفورسز متشابهه وتستنتجها. طبعا في الاول هتلاقي الموضوع لحد ما لسه بتستكشف، بس مع الوقت هتلاقيك عديت على كل الكيسز خلال الترم بتاعنا ان شاء الله. طيب خلينا ناخد كيس مثلا يكون فيها مختلف، لو طلبنا مثلا الابر كورد ده، خلاص هتيجي تعمل سيكشن راسي، السيكشن الراسي دوت هيمر في ثلاثه ممبرز، دور على النقطه اللي تضيع لك النود واحده منهم اللي هي النقطه ديت، يبقى انت في الممبر الثاني ده لما نيجي ندرسه هنيجي نقول ايه؟ هننزل في النص التراس بالظبط، ونيجي نقول القيمه بتاعته هنا كام؟ هي A في B اللي هي تقريبا هم بيساووا بعض اصلا على ال L في ال H. يبقى ده كده الانفلونس لاين بتاع الابر كورد مثلا اللي هو في النص اللي هو يو 4 اللي هو عندنا هنا في النص، تمام؟ طبعا اليو الثاني ال L 4، لا ال 4 دوت اللي تحت ده هيساوي ده، فده اللي تحت ده البول بتاعته غير ده، فانت بقى على حسب الممبرز المطلوبه منك طبعا في الشيت انت هتلاقي السؤال مفتوح، يعني مش محددين لك تعمل كام انفلونس لاين، بس على الاقل لكل حاجه تعمل على الاقل 2 3 عشان تدرب نفسك، يعني اللور كور تمسك 2. طبعا لو انت عندك ان تراس فانت هتقدر تثبت ان اللي تحت هو اللي فوق، فخلاص تدرس 2 مثلا لور يبقى انت كده درست معاهم 2 ابر، هتبقى نفس الفكره بتاعته، تمام؟ ده كده بالنسبه للانفلونس لاين بتاع اللور والابر كورد.
طيب انا جبت الانفلونس لاين، عايز اعمل ايه المرحله الثانيه؟ عايز اجيب الفورس في الممبر. يبقى خلاص هتيجي مره توقف على الانفلونس لاين اللي انت عملته ده، مره الديد لود الشريحه اللي احنا كنا حاسبينها قيمه الدبليو ديد دي تيجي تحطها. طبعا الديد ما فيهوش حالات تحميل، يعني انت هتيجي تحط الكوبري من اوله لاخره، ده الانفلونس لاين فوق الانفلونس لاين تحت، هو معروف ان هو ايه الدبليو ديد كله على الكوبري كله. طيب الشريحه الثانيه وتطلع الاف ايه ديد بتاعتك، يعني اول حاجه هتيجي تحسب كده وتطلع الفورس ديد بتاعتك بكام طن. طيب بالنسبه للفورس نتيجه اللايف هتيجي توقف الشريحه بتاعت اللايف. طب شريحه اللايف هي عباره عن ايه؟ هي اربعه كونسنتريتد ومعاها ديستريبيوتد. دي بقى بيبقى فيها خلاف شويه، يجي يقول لي يا باشمهندس انا ساعات بلاقي الدكتور بيوقف الاربعه بالترتيب كده ورا بعض الثلاثه، يعني يجي يوقف هنا الاربعه ويجي يحط اليونيفورم بعد كده يمين وشماله لحد اخر الكوبري، وساعات الاقي في انفلونس لاين بيقوم موقف ايه الثاني ويحط ثلاثه هنا والرابع وراه هنا. امتى اعمل دي وامتى اعمل دي؟ هقول لك هو صراحه هي ملهاش قاعده ثابته، يعني هي الموضوع مش ملوش قاعده ثابته، هو على حسب ايه؟ انت المفروض تجرب احتمالين. انت عندك احتمال ان احنا نعمل ايه؟ ان انت كده كده هتوقف الثانيه والثالثه كده، احنا بنتكلم في الرابعه. لو انت بعينك كده، يعني حتى مش عايز اقول لك ضيع وقت وتقعد تقيس، لا انت بعينك كده لو حسيت الرابعه ديت الدروب بتاعها هنا هيبقى اكبر لو هي كانت جت هنا، يعني هي الفيصل ايه؟ ان الدروب دوت لو طلع اكبر يبقى ده هتبقى هنا صح، لو الدروب ده هو الاكبر يبقى ده هيطلع صح. طيب كل ما تبقى في نص التراس، يعني كل ما تدرس بول في النص هتلاقي الاحسن توقف الثانيه، كل ما تقرب لللور كوردس اللي هي ناحيه السبورت هتلاقي ان الاحسن توقف بالترتيب 1 2 3 4. فدي الكيسز اللي انت هتلاقي فعلا في المحاضره، مره معموله كده ومره معموله كده، بس زي ما بقول لك هي في الاخر حاجه كاستراكشر، مش حاجه حاجه ان هي ليها قاعده ثابته ولا حاجه. فانت تيجي توقف الشريحه اللي احنا استنتجناها من شويه بتاعت اللايف لود بقى، وتضرب كل واحد في الدروب بتاعه واليونيفورم في الاريا بتاعته، وتقدر تحصل على الاف لايف لود. خلي بالك من حاجه، انت بتحدد هو تنشن ولا كومبريشن، بس دي افتكر سهله مش محتاجين ناكد عليها، ان ده سيمبل تراس سيمبل، يبقى اكيد اللور كورد كله تنشن وكل الابر كورد كومبريشن. فانت بالديفولت كده لو احنا بنتكلم هنا على ال 3 ده، فاكيد الفورس اللي انا بكتبها ديت هي بين قوسين هنا تنشن، زي ما احنا بنتفق ان احنا بنسيبها بوزيتيف يعني تنشن، لو كتبنا نيجاتيف يبقى كومبريشن. يبقى احنا كده ده كده ايه بالنسبه للتنشن، جبنا الديد جبنا اللايف والاشاره بتاعته انت اللي بتحددها على اساس هو لور كورد ولا ابر كورد. ابر كورد يبقى كومبريشن، لور كورد يبقى تنشن ممبر. طيب بعد كده عايزين نصمم الممبر ده، هتيجي تقول للدكتور في الاخر يبقى الاف التيميت او الاف ماكسيمم على الممبر ده هي عباره عن ايه؟ انك تضرب 1.35 في الاف ديد زائد 1.35 في الاف لايف. بس طبعا هنا ما ضربناش في الامباكت، لازم حد يجي يقول لي يا باشمهندس الامباكت هنا كام؟ هيجي اقول لك وانت بتعوض في معادله الامباكت ال بتاعتك هي ال الانفلونس لاين كله، يعني اللي فاكرين ال اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه دي فين راحت اهي، وانت بتعوض في ال اي دي، ال اي ديت بتاعتك هي المساحه بتاعت الانفلونس لاين بتاعتك، انت الانفلونس لاين بتاعك كله من اول الكوبري لحد الكوبري كله، يبقى ديت ال بتاعتك اللي هي من السبورت للسبورت اللي هي السبان بتاع البريدج يعني، تمام؟ فده ال اي بتاعتك. يبقى نخلي بالنا في ما ننساش بس الامباكت فاكتور، لان الزحمه بقى والانفلونس لاين والحاجات، فهتلاقي حاجات بتقع منك، بس الحاجات دي خلي بالك هتاثر معاك في الحسابات، فما تنساش تضرب في الامباكت فاكتور. طيب بعد كده احتياطي، على ان احنا هنستخدمها بعد كده هنعرف ان في حاجه اسمها فاتيج زي ما احنا عرفنا، لازم يبقى احسب برضو الاف مينيموم. ايه هي الاف مينيموم؟ ان تاخد الديد لوحده وتيجي تقول له الاف ديد لوحده بكام. يبقى انت لكل ممبر حاول تحسب الماكسيمم والمينيمم. ليه المينيمم؟ لان احنا زي ما انتم عارفين الفاتيج هو عباره عن ايه، هو الفرق ما بين الماكسيمم فورس والمينيمم فورس. فعلى طول كده لاي ممبر في التراس على طول جيب الماكسيمم اللي هو الديد مع اللايف، والمينيمم انك تاخد الديد ايه لوحده. ده كده بالنسبه للكوردز ممبر، تمام؟ يبقى الكوردز ممبر افتكر الموضوع مش صعب، حتى لو هو ممكن نقول بسرعه كده لو هو دبليو تراس، يعني ما افتكر الموضوع مش هيبقى برضو معقد ولا حاجه، هتيجي بقى بس هو الدايجونال معكوس مش هيأثر معاك حاجه، اقطع وشوف النود وهي نفس كل حاجه. فالدبليو او الان تراس في الابر واللور او ديك او بوني او ثرو هي هتفضل نفس الكيسز اللي قدامنا دي، مش هتختلف عنها اي حاجه، تمام؟ ماشي يا باشمهندسين.